السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم كوتليت في الفران، كيجي هائل. اول حاجه غادي نديرو شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال السمن، بودره ديال الثوم شويه، شويه زيت العود، هانتوما كما كتشوفوا شرملنا الكوتليت. دابا غادي نغلفوه، ضروري كنديروا له داك البابي بويسون، من بعد نديروا الالومنيوم وندخلوه الفرن. هانتوما كما كتلاحظوا دابا غادي ندخلوه الفرن على درجه الحراره 170.